السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في مطبخ إكرام العالمي. الوصفة ديالنا اليوم إن شاء الله تكون عبارة عن طاجين تقليدي بالكفتة والجلبنة، طبعا غني عن التعريف، طاجين مغربي محض. كنتمنى ينال إرضاكم، بقوا معايا مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة لمقادير الطاجين، مقادير بسيطة ومعروفة جدا. إن شاء الله غنحتاج هنا كمية من الجلبنة أو التشيتشارون، يعني طبعا كانت عندي في المجمد وانا ما سلقتهاش، كاين بزاف الناس كيسلقوها شويه، فملي كتكون في المجمد وكنخرجوها كتكون رطبه شويه، ما كتكونش قاصحه. على سبيل الذكر، فهاد الجلبنه هادي من المغرب، غنحتاجو حبات كبار من الطيشه محكوكه، واحد نصف بصله صغيره محكوكه حتى هي، غنحتاج معلقه القزبر ومعلقه المعدنوس، كميه من الكفته. انا ما عطيتش كميه محدوده بين الكفته والجلبانه، كتبقى كميه اللي بغيتو نتوما. ونفس التوابل اللي استعملت في اللي غنعمل في التشرميلات الجلبانه هي اللي عملتها في الكفته، يعني حكيت لها البصله وعملت لها التوابل. غنحتاجنا شويه تحميره فلفله حمراء وشويه الكيمون، تقريبا نص ملعقه صغيره، شويه الخرقوم وشويه سكنجبير، حتى هما تقريبا نص ملعقه صغيره. غنحتاج ربع ملعقه صغيره من الفلفل الاسود، الملح حسب الرغبه، يعني الملح كميه اللي بغيتو نتوما، جوج فصوص من الثوم مدقوقه اولا محكوكه. غنحتاج شويه زيت الزيتون اللي عندي من السم بالازير والورقه سيدنا موسى وشويه والثومه، وطبعا هذا ماشي ضروري، الزيت اي زيت عندكم. في الطاجين الفخار غنضيف هنايا شويه زيت الزيتون فوق النار. كما قلت لكم طاجين بلدي تقليدي، كل واحد كيعرف يعملو، وقلت لي ما لا نشاركو معكم على الطريقه ديالي. اول حاجه غنضيف البصل، هشحر مزيان ديك البصله هي الاوليه مع الثوم، دائما كنحاول نحافظ على الاطباق التقليديه البلديه ديالنا، وطبعا التغيير ضروري والحاجه مودرنه، ولكن التقليدي والبلدي لا فرار منه. كما لاحظتم بعد ما تشحرت لي البصله مزيان ونزلت مع شويه الثومه، دابا غنضيف عليها الجلبانه. اللي مثلا كانت عنده الجلبانه طريه شالها شراها وقشره، ضروري يسلق شويه في الماء واحد 10 دقائق يسلقها ويصفيها باش ما كتبقاش ديك الجلبانه واقفه في الطاجين. غنضيف هنايا الربع قزبر المعدنوس، وعندي في التوابل اللي ذكرت. هذا الطاجين ساهل كيوجدنا يعني بسرعه. وعندي في الطماطم مبشوره وجوج الحبات كبارين، الكفته غنخليها اخر حاجه حتى كتقرب طيب للجلبانه، لان الكفته ما كديش الوقت بزاف فوق النار، تقريبا 5 دقائق كنطفيو عليها. الكفته طول ما طابت بزاف طول ما كتقصح، للاضافه هاد المعلومه هادي، فضروري الكفته ما كطيبش ضروري نعملو لها غير شويه 5 دقائق 7 دقائق ونطفيو عليها. غنحرك هاد المكونات كامله مع بعضيتها ان شاء الله. صراحه حنايا في الشمال وده ما كانش الطاجين منزل على طاوله الافطار فما كيدوزش رمضان، عندك هذا، عندك طاجين الشطون، عندك طاجين البجق بالبصل والزبيب، ضروري كنعملو الطويجنات. من بعد ما غلات لي الجلبانه ديالي وطابت، زدت عليها داك الكفته كما كتلاحظوا. اذا اضطريتو زيدوا شويه د الماء، تقريبا واحد نص كاس د الماء، وخليوها تغلي قبل ما تضيفوا لها الكفته. ملي طابت الكفته ضفت عليها جوج البيضات، وهذا كيبقى اختياري، بزاف الناس كيبغيو يخليوها هيداك غير الجلبانه مع الكفته، ولكن انا كتعجبني بالبيضات، كنزيد لها واحد البيضات من فوق، كنغطي عليها واحد جوج ثلاثه دقائق، لان البيض هو كيطيب دغيا، وكنطفي عليها البوطه وكنخليو داك البيض يطيب في الحراره. وهذا هو الطاجين ديالي كما كتلاحظوا، جا معلك باقي فيه المراق، ما جاش ينشف مره. الطاجين بالكفته وبالجلبانه اي تيتشارو والبويطات، كنتمنى ان شاء الله ينال استحسانكم وتجربوه. وكما عرفت به في الاول فهو طاجين تقليدي مغربي معروف، وان شاء الله نتمنى تجربوه وينال اعجابكم. وشكرا على اشتراككم في القناه ديالي وعلى سبسكرايب وعلى دعمكم لي وعلى التشجيع ديالكم، كنشكركم من اعماق قلبي. وصلت لين 10000
الاشتراك. إلى اللقاء مع وصفة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.